السلام عليكم. ان شاء الله صراحه نبلش بشرح البيم اللي فيه انترنال هنج وكيف احنا ممكن نتعامل معه. هسه لما يكون عندي انا انترنال هنج، لما بدي اجي احل بطريقه الفاينايت اليمنت ميثود، احنا بنفصل قبل الهنج اليمنت وبعد الهنج اليمنت، يعني هيك لازم نعمل. هسه لما نعمله زي هيك احنا بناخذ جزء واحد للحل والجزء الثاني بيفرط لحاله. كيف يعني؟ يعني انا مثلا لما بدي اجي احل، ممكن احل اعتبر انه الهنج وين موجود؟ على الطرف اليمين من البيم، فبالتالي هذا له معاملة خاصة وهذا بيقلب بيم عادي زي كأنه سبورت، يعني ببطل وكأنه هنج، وهذا قيم مومنت عادية أو قيم في واف وغيره. يعني الفكرة أو بعتبر الانترنال هنج هون وهذا بيم طبيعي. فإحنا هسه بدنا نعرف كيف بدنا نتعامل معه، كيف يعني بيم طبيعي وكيف هذا هنج وكذا. هسه لازم نتذكر خصائص الانترنال هنج. خصائص الانترنال هنج عادة الديفليكشن نفس الديفليكشن له، يعني لما ينزل بنزل بنفس القيمة، ولكن قيمة فاي بالجهة اليسار لا تساوي قيمة فاي بالجهة اليمين، لازم نعرف هذا الاشي. فبالتالي الفاي مش نفس الفاي. عادة الانترنال هنج في عليه شير وعليه نورمال، عليه شير وعليه نورمال، ولكن ما عليه مومنت. الام تساوي صفر، فالمومنت عادة يساوي صفر الا اذا في مومنت خارجي، بيعتبر الام الخارجي هو الرياكشن المومنت يعني. اما اذا ما عندي مومنت خارجي الام صفر، الام صفر. طيب هاي طبعا هو قايل لي الام تساوي صفر، الفاي لا تساوي صفر طبعا لانه راح ينزل كونه في ديفليكشن في عندي ثيتا. طيب طريقه الحل بقول لك، لما انا اجي اعتبر البيم انه الهنج على اليمين، يعني الجزئيه هاي بقول لك انا بعرف انه ام 2 قيمته صفر، فشو بعمل؟ بقسم المصفوفه بحيث انه ام 2 تطلع برا، بحيث انه ام 2 تطلع برا، ام 2 فاي 2، بس مش انه تطلع برا مش راح عليها، لا. لما نقسم المصفوف هيك، هاي المصفوفه بسميها كي 1 1، وهاي المصفوفه اللي فيها ثلاث اضلاع او ثلاث صفوف كي 1 2، وهاي اللي عكسها هي كي 2 1، وهاي كي 2 2. شو بعمل؟ بصنع بقسم بسمي اف 1 اف 2 دي 1 ودي 2، حيث دي 1 هي هذول الثلاث ودي 2 هي هاي، ونفس الشيء اف 1 هم هذول الثلاث وام 2 هي اف 2. يعني بختصر حالي مصفوفة، طبعا بدي احلها بمعادلتين بمجهولين. طيب عشان افصلها اكثر، احنا فصلناها زي هيك اتفقنا، هاي قيمة اف 1 وهاي قيمة اف 2 وهاي قيمة دي 2 وهاي قيمة دي 1. بقول لك دي 2 هي عبارة عن ايش؟ هي كي 2 2 انفرس في F2 ناقص K21 D1. طيب شو الـ K22 inverse؟ احنا اتفقنا هاي K22 K22 فK22 هي 1 inverse، هي 1 على 4 التربيع، نرفع الشبه. F2 هي M2، إذا ما عندي مومنت خارجي فهي صفر. K21 هي مين؟ هي هاي، ود1 مجهولة، هي D1. فبالتالي ممكن أفصلها أكثر، أفصلها زي هيك، FC هي KC في D1، نفس المهم رتب المعادلة صفت مع KC، هاي هي ومنكمل. طبعا هاي KC، هاي K11 اللي هي المربع اللي فوق، طبعا ننساش الـ EI على التكعيب، ناقص K12 طبعا EI على التكعيب لنساها، ما خذها عمل مشترك للثلاث مصفوفات، هاي K12 K22 inverse هيها وK21 هيها، لما يضربهم في بعض بتطلع مع المصفوفة الـ KC هي هاي. طبعا شو هاي؟ هاي مصفوفة الـ stiffness matrix للجزء اللي فيه الانترنال هنج له على اليمين، سماه كيسي. هسه لو بدي اوسعها اكثر بدلاله ام 2 راح يطلع عندي اصفار زي هيك، هي اصفار زي هيك. فبالتالي احنا بنحل، لما نيجي نحل هاي طريقه الحل دائما بروح بمسك بعمل مصفوفه هاي، طبعا ام 2 صفر ما ننساش الاشياء، بنعمل مصفوفه هاي انترنال هنج، يعني نختصرها عنا بنحلها، بنطلع في 1 فاي 1 وفي 2، بس نحلها نيجي نعمل ايش؟ مصفوفة هاي دي 2 شو بتساوي؟ K22 inverse اللي هي 1 4 التربيع، F2 هي صفر، K21 معي ودي 1 صاروا معي، هايهم دي 1 صاروا جاهزين معي، بس بطبق المصفوفة بخلص السؤال. طيب اذا بدي احل بالعكس، تكمل البيم لما يكون الهنج على اليسار، البيم لما يكون الهنج على اليسار بحله طبيعي، شايف بيم طبيعي. هسا بس هسه لو بدي اشتغل العكس، بدي اشتغل انه البيم الهنج بكون على اليسار، يعني الحاله هاي
ام 1 هي صفر، فراح اصفر انا الصف الاول والعمود الاول. هاي سماه كي 1 1 طبعا، هاي الصف الاول بالعمود الاول، هذا كله ايش صفر لي اياه، يعني هاي صفر وهاي صفر. يلا بنفس الطريقه، وهاي المصفوف النهائي بعد ما طبعا تخربطوش انه هون صارت شيء مختلف. المهم توصل مع المصفوفه هاي، او يعني هاي هاي المصفوفه، واي اشي واحد صفار او اللي مع ام واحد، ام واحد يعني الصف الثاني العمود الثاني. المهم بحلها، برجع للمصفوفه هاي بقدر اطلع دي 1 اللي هي مين فاي 1، فاي 1 اللي هي ثيتا يمين. فهيك انا طريقه الحل عندي، هيك طريقه الحل، هاي المصفوفه النهائيه. يلا بنحل مثال. طبعا كثير ناس راح توصل الفيديو هذا، ممكن نصير نحكي احنا نحل سلايدات، بس بقول لك لا توكل على الله، ان شاء الله بعد تشابتر الفريم اذا يا بعد نصه يا كامل راح نحل بروبلم من الكتاب، فتوكل على الله، يعني ما راح نلتزم بالامثله اليوم فقط. طيب بيقول لي هذا البيم، طبعا هون كله بدلاله رموز، اوجد الفيرتيكال ديسبيسمنت والروتيشن عند نوت 2، بده الروتيشن عند 2، عندي طلع فاي 2 وفاي 1 اللي اسمهم فاي 2 فاي 1 او بما معناه فاي 2 ليفت وفاي 2 رايت. طيب طريقه الحل، خلص انا كانوا مقسمه 2 اليمنت، فاللود على النود، اما لو انا مثلا اللود كان هون لازم انقله، لازم انقله وتتغير عندي الحل. طيب اول شغله زي ما حكينا الهنج على الرايت اعتبرناه، هاي مصفوفتنا، وبفصل اكثر كيف يعني 3 اي اي على التكيب، قديش طول الاليمنت؟ اي ف 3 اي اي على اي تكيب، في 1 فاي 1 في 2 فاي 2، هاي اتفقنا صفر، عوضنا المكان كل ال اي، وهاي المصفوفه للاليمنت الثاني اللي ما بعتبر انه عندي نو هنج، فشو مصفوفه كامله زي هيك. طيب عوضنا ايش مكان كل ال هي بي، مكان كل ال هي بي، هات شو معبل بعمل اسمبلي. كيف يعني بعمل اسمبلي؟ يعني في 2 في 2 في 2 12 اللي هي ايش 12، والمصفوفه الاولى في 2 في 2 هي ايش سالب 1، لا في 2 في 2 هي 1 ف 12 زائد 1، بس ننساش ما تنسوش الاشياء، 12 اي اي على بي تكعيب، خذ اي اي على مشوارك، يعني بدي اجمع 12 على بي تكعيب زائد 1 اللي هي 3 على اي تكعيب، 3 على اي تكعيب، هاي بتكون في 2 في 2 هيها 12 على بي تكعيب زائد 3 على اي تكعيب. فبنفس الطريقه بعمل اسمبلي، طبعا معروف كيف عملنا اسمبلي، سجناها الطريقه هاي. اي طبعا انا هون كاتب نوت انه ام 2 تساوي صفر، لا تنساش انه هذا الاشي، لانه ما عندي مومنت خارجي، يعني لو عندي مومنت خارجي او مومنت من الابلايد نود، يعني لو قلنا انه في عندي لود هون عملت ابلايد صار عندي بي ال 8 بي ال 8، بصير في عندي مومنت، يعني بصير عندي هون قيمه لام 2، بصير عندي هون قيمه لام 2. هسه بعد ما عملنا اسمبلي طبعا احنا بنعرف انه مين بنعرف انه نصفر، يعني بصفر عندي مصفوفه بس عند في 2 فاي 2 هم المجاهيل، اما في 1 وفي 3 فاي 1 وفي فاي 3 هم صفار، ليش؟ لانهم فيكست سبورت. طيب صف عندي هذول اللي بالنص واللي هم عباره عن اف 2 واي وام 2، ام 2 صفر لان نسال شيء هذا، المهم هاي شايفين صفر، وهاي سالب بي لانه بي لتحت، حل المصفوفه طلعت مع قيمه في 2 وفاي 2. طيب بس حليتها فصلتها اكثر، يعني هيها في 2 فاي 2، رجع للاليمنت 1، هاي الاليمنت 1 في 1 فاي 1 في 2، هاي في 2 هيها في 2، مشان ايش؟ عشان يطلع الفورس، عشان يطلع الفورس. طيب هسا لما بدنا نشتغل نوجد الفاي، يعني شايفين هون شو عملنا، هاي دي 1 هاي كلها كان اسمها اف 1 وهاي كلها اسمها دي 1، هسا بدي اطلع دي 2، دي 2 كيف اتفقنا نطلعها؟ نطلعها من هاي الطريقه. يلا كي 2 2 انفرس هي ال ال على نسيت قانونها 4 على ال تربيع كانه، المهم هاي صفر، هاي في 1 وفاي 1 وهي هم كي 2 1، هاي كي 2 1 وهي المصفوفه، وكي 2 2 انفرس هاي كي 2 2 انفرس. بالضبط، ما هي اي اي على ال تكعيب و 4 ال تربيع، هيك المصفوفه ما هي كي 2 2، فشو مقلوبها؟ هاي 1 وهاي ال، فشو بتصير 4 او ال
على 4 اي اي، هاي الانفرس، هاي الانفرس قال اللي هي مين ايه للالمنت الاول ايه على 4 اي اي، هاي شو سماها فاي 2 1، يعني هاي من الليفت فاي الليفت فاي اللي بالجزء اليسار. المهم طلعها طلعت هالقد. شو بعمل هسه؟ بحل هاي عندي الاسمبلي كامل، هاي عندي الاسمبلي كامل. طبعا طبعا هايها فاي 2 1 وهاي فاي 2 2، بس لاحظ انه لا تساوي، ما بيساوا بعض. هاي A تكعيب B تربيع، A تربيع B تكعيب. طيب كيف انا جبت هاي؟ بقول لك بحل السؤال مرة ثانية، بحل السؤال مرة ثانية. كيف؟ شوي A تربيع B تكعيب. بتحل السؤال مرة ثانية. وين؟ بس اتأكد من شغلة. A تكعيب B تربيع، هاي V2 فاي 2 V3 فاي 3. هاي وين جت؟ A تكعيب B تربيع هاي فاي 2، هاي اللي هي فاي 2، بس هي مش موجودة هون. A تكعيب B تكعيب اللي هي فاي 2، هاي 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 من هاي. لما قلنا رجعنا مين؟ رجعنا للأصلي. قيمة فاي 2 اللي هون هاي ما هي بتكون مين؟ على اللي بالنو هنج. أيوة، يعني الملخص، يعني الملخص فاي 2 1 اللي هي هاي بطلعها من قانون اللي فيه انفرس، هذا القانون اللي فيه انفرس. أما فاي 2 هاي بكون أنا حالها دايركت، بكون أنا حالها دايركت من وين؟ من عند هون، من هون، هاي من هون، من اللي هي من اي مصفوفه، من الاسمبلي، من الاسمبلي، من الاسمبلي ماتريكس. طيب الانرجي ما راح ركز عليه، هيك ان شاء الله بكون انتهى تشابتر البيم، بطلع لي تشابتر الفريم بعدين البروبلم. يعطيكم العافيه.